قاضي صح باسم سبب، قاضي صح هي اللي تقول عندنا التراب وعندنا وعندنا النار. وحتى السنه الماضيه، لا السنه الماضيه، بفضل جهود قامت بها وزاره التنميه الريفيه، وزاره الزراعه والبيطره اللي وزيرها هو موجود، قاموا بجهود وقاموا بها قاع في وقت متاخر. تعرفوا كم من زاد فيه انتاج بار وعام الاول بالنسبه للعام اللي سابق؟ انزادت ب 65%. مشينا من انتاج 39,900 طن عام 2006 الى 61,450 طن العام الماضي. هذا يوضح على ان ذن مجال كبير 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 لتنميه انتاجنا ثمار وفي المواد اللي يحتاجوا لها من ان شاء الله. وطلبتها من بعض من الناس يعطوا اهتمام كبير من الارك على اللورا القمح وزراعته هون بين اللي ثابت منه يقد يصنع وينتج مردوديه معقوله في ارض كيف ارضنا ومناخ كيف مناخ. احنا اليوم ننتجوا حوالي 24% من اللي نوكل، معناها بان ازيد من هذا ارباع، ازيد من هذا ارباع من هذا اللي نستعمله مستوردينه. اذا لنا عرضه تماما اللي يحصل الخارج اللي احنا ما نقدر نصرف عليه. من قال لنا الصبح مارو ما تلقاه كلاين وقت ما هذا الزمن ما تلزمنا ان مدة تقوم دافعه وتمشي تقعه. واحنا قاعد مملين في العالم اللي هو ما انا مؤهلين حتى الان. واللي عندنا الا بعد ان نلوجوا الحل عندنا احنا، هذا الحل هو ان نتبارك مع زراعتنا هذا ولا خارج يكون هو. وفي الحقيقه قلت على انه هذا الهدف ان نقدر نحققه كيف نقدر، واجب علينا نحققه، واجب علينا بين اللي ما قدروا تموا نخرصوا روسنا. شعب كبير وشعب عنده ياسر نشي قد يعتز به وقد يفتخر به، ما قدروا نعود في هذا الزمن اللي له مد بعود كسولين ما دينا يدينا. الشعب متبارك مع الحكومة يقول انت ما عدتك وعلى خلينا وذرينا، والحكومة متبارك راح تمد يديها الجان يقول لهم ساعدوني واعطوني. وهذا هو الوضع الحالي. اذا هذا الوضع لابد ان نتبارك مع كيف يجي نغيروا بها، واللي قد يغيروا ما يقدر يغيروا يكون انتم هذا. اللي قد يغيروا لا الموريتانيين حكومة وإدارة ورجال أعمال ومزارعين ومواطنين، هذا هو اللي قد يغير هذا. ورد أنا نختار نقول على أن حسب المعلومات اللي عندي هذا البلد اللي هو تصلح فيه على هذا النهر من فيما يخص الزراعة المروية المسقية تقدر تصلح فيه ما بين 130 ألف إلى 140 ألف هكتار. واللي قطو صلح فيها كامل حوالي 40,000 الى 45,000. يا غير قاعد ياكل اللي صلح منها شمل ولا كبه به اللي 26,000 هكتار هذا ما زرعوها قاعد. وعام الاول اللي زرع منها 20,000 هكتار هي اللي قلت لكم ان انتجنا منها هذا الانتاج اللي هو شي 60,000 طن. وبالزراعة اللي تحت المطر معناها هذا اللي ينقال له جيري في النهر يقول له جيري حرير جيري، واللي ومعاه حريه السدود ومعاه والو هذا كان جيري السدود. هذا الأرض عندنا فيهم أزيد من 240,000 هكتار نقدر نحرقوه. تعرف الناس
إذا ثم شايفين أن التراب ما هي اللي خاصة به، ولا أن الماء ما هو اللي خاصة به، اللي هذا اللي قلت لكم كامل، لا بين حديث الشمامة اللي تعرفوا اللي عاقب السيل، والله حريث الطبقوات، والله حريثها كامل، والله الحريثة تحت المطر، وهذا كامل وجدكم قوموا به ونعدلوه بين الداركم عاد نعدلوا به ياسر. وهاي السنة دي سنة بقينا نطلق فيها، أولا نوجه للبلاد اللي مهم للاختيار يعود انطلاقة توجه جديد صارم للبلد له صار زراعة. ثانيا نختاروا نزيدوا به لله نحصلوا بعد قاعد في آخر السنة إلين نعودوا هذه 24% اللي عندنا نرفعوها راجين نرفعوها إلى هاي السنة الأولى شي 30%، وعاقب ذلك عندنا برنامج طموح كل سنة نزيد فيه ذاك الإنتاج إلى إن شاء الله سنوات راجين في المهد ياسر نوصل إلى الاكتفاء الذاتي لبعض الحبوب الأساسية بالنسبة لنا. هذا هو اللي هام نتبارك معه. كيف قلت لكم هذا يكفي على أن نتبارك معه ونكون عندنا عقلية ما هي اللي كانت عندنا. وبهذا الكاتية المجال ذكرت بيت من الشعر يقول: ولم أرى في عيون الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ندى ما هي العدل الذي قاعد تحدد الملام عليه، ملام عليه وهي اللي حامل المسؤولية، لكن لا يقل لك كامل من سوء الحال إلى ده. هذا باطل الحقيقة. قولوا لي هذا شلاهي ينقضوا العام والدولة ايش قصت له العام، شلاهي نشجعوا به احنا كدولة هاي الزراعة للعام. أولا ثم قررنا بعد قاعد أن نجمع القرض سلف للناس كاملة اللي لا يتصلح أراضي، كل حد كامل لا يتصلح أراضي ويحرث سنة عام لا ينعطوه سلف يوصل إلى 60,000 هكتار ويخلص على مدة 3 سنوات، وهذا الشيء جديد ولا تعقد. ثانيا ثم هي القرض الزراعي اللي تعرضه، هذا القرض الزراعي لا هي تراول روايتين مهمات. الرواية الأولى أنه لا هي يضاعف 3 مرات، عام الأول كان بلغ 1,200,000,000، هذا العام لا هي بلغ 3,800,000,000. ثانيا عندنا مساعدة كبيرة، هاي المساعدة الكبيرة هو صور يقبضوه من الأقمار الصناعية ولا نعرف بالدقة اللي نحرث واللي ما نحرث. إذا حد أعطيناه قرض وقالنا أنا حرث تراب كامل، لا يقول ده القمر الصناعي وصورته حرث منها ثلثة، والله حرث منها نصها، ولا تلاهي ولا تلاهي في الكشف ما هو واضح. ومن الأشياء اللي مضطرين على أن عدلنا صندوق لاهي نساعدوا به الناس كامل اللي هي تجبر كوارث طبيعية ما نراجين إلى اللي حد خسرت تراب والله سارت والله قلت ندور إن شاء الله لا يعود خارج صندوق يعوض له عن الشمليك الخسارة. ثالثا لما تجي آليات لا هي أولا بعد قال يتوفر منها 10 آلية جديدة للعام لا يساعد هاي الناس كاملة في استصلاح الأراضي.